السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهاردة بفيديو جديد، وأحسن حاجة نشتريها إيه؟ النهاردة هنتكلم عن الذرة الحلوة. الذرة الحلوة دي طبعا بيتكلموا عليها كتير وإنها مغذية جدا، فإحنا لازم نشوف الصنف إيه اللي إحنا نشتريه، تمام، وما نحطش فلوسنا في حاجة ما نستاهلش إن إحنا نشتريه. خليكم معايا هنشوف الفيديو. واول صنف معانا النهارده الانتاج شركه كاليفورنيا. كاليفورنيا طبعا كل الناس عارفاها، شركه مشهوره جدا، تمام. هنبص عليها اهوت ونشوف شكل العلبه. اهيت برشمه لسه اهيت خلاص. وطبعا احنا عارفين الشركه ديت، احنا جربناها في حاجات كتير، يا ريت يطلع شغلها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا هي طريقه الفتح السهله دي طبعا جميله جدا اهي، زي ما انتم شايفين الدور اهوت شكله اهو اهو خلاص. هناخد بقى كده ونشوف. انا هحاول اورولكم طبعا يعني حبيت الدوره طبعا شكلها ايه وكده اهو. بسم الله زي ما انتم شايفين كده، تمام. بسم الله ندوق بقى. الله، طعمه جميل. الله، حبايه جميله، حبايه كويسه، ما هي صغيره قوي ولا كبيره قوي. طبعا هما، انا راجل فلاح افهم في الزراعه يعني، هما تقريبا يعني هما تقريبا لما بيجي يشيلوا الذره الاصفر ده ما بيسيبوش الحبايه لما تستوي قوي على ابوها انها تبقى محصلمه او كده، اعتقد الله اعلم. بس هي طبعا احنا بنشوف الطعم وبنشوف الريحه وبنشوف اللي كده ونتكلم عليها. وادوق الميه كمان بتاعتها، اشوف الميه اهو. زي ما انتم شايفين كده صفرة شويه، اهو جميل. خليكم معانا نشوف الايه الشركه الثانيه دي، كاليفورنيا. الصنف الثاني اهو يا جماعه، برضو ذره صفراء حلوه، ده اسمه ديريا. الشركه دي اسمها شركه ديريا، ده 450 جرام 33 جنيه، غالي جدا مش عارف ليه. هو صناعه تايلاندي، اللي قبله طبعا ده كاليفورنيا احنا عارفينه، و17 جنيه الصنف الاول. ده ما احنا هنشوف بقى ايه. انا اول مره اجيب الكيزان دي. دي كيزان الذره اللبنيه، مكتوب عليها اللبنيه زي ما انا قلت انه صغار الذره، من دي اللي هو اللبنيه يعني الصغيره، الصغيره يعني الصغيره في الماء يعني ايه. اول ما الكوز بدا يتملى كده بيقوموا شايلينه بقى وحاطينه وعاملينه في العلبه دي. خليكم معانا كده هنشوفها ونشوف هي تستاهل 33 جنيه ولا لا. ده رقم يعتبر كبير، الثانيه ب 17 جنيه وبعدها برضه قريبه في السعر. بسم الله اهو، برشيمه كويس كده زي ما انتم شايفين اهو. الله، شكلها غريب قوي، شكلها غريب بس انا اهو. اهو يا جماعه، هاخد شويه ميه كده عشان مش باينه في الكاميرا. شوفوا يا جماعه اهو، وطبعا ده تايلاندي. بس انا عايز اقول حاجه بقى، هنا الريحه هنا ماشي، وطعم الميه مش زي التاني خالص. شوف هو منظره كده زي ما انتم شايفين كده اهو يا جماعه اهو، طلع كمان واحد كده. بس هو ايه، انا لقيته قدامي قلت لازم نشوفه ونتكلم عنه. اهو يا جماعه، هو بشكل كوكوز ذره صغير جدا، مالس ما فيهوش حبوب اصلا، يعني ده يعتبر اللي هي الحاجه اللي بتبقى إيه للذره محطوطه عليها. هنا بيسموها في مصر بكذا مسمى، بيسموها الالويحه، بيعملوا بقى حاجات كده. فاحنا هندوق ونشوف. لا مش مسكر خالص، مش مسكر ولا حاجه. هو ده ما فيش فيها بذر يعتبر يا جماعه. هو ده يعني هو ايه، دي تحط بس تزويق كده في الاكل، انت دويها خلاص. يعني ده ملوش بصراحه، ما انا ما اشتريهوش تاني النوع ده 30 جنيه ده. ده ما نشتريهوش تاني لان هو ملوش طعم خالص، ما فيهوش ذره، هو ما فيهوش ذره، ما فيهوش حبايه ذره زي دي كده، يعني ما فيهوش حبايه ذره زي دي كده يا جماعه، زي الصنف اللي قبله زي ده. ده فيه حبايه الذره خلاص يا حاج.
دي حبايه الذره فيها اهي، انما ده ما فيش حبايه ذره ولا له طعم، وما تشتريهوش، ده ما تشتريهوش خالص، حرام ان انا اشتريه الا اذا كنت انت بقى في بتزوق بقى حفله او بتحطه في طبيق معين او كده. هنبقى نشوف نقول لكم، خليكم معانا هنشوف الصنف اللي بعده. دي شركه اسمها مناغ، مناغ طبعا الكميه اقل، كميه اقل من ده، من اللي هو ده كميه 340، ده 400 جرام واغلى، ده ب 19 جنيه. المهم هنفتح برضه ونشوف يعني في فرق في السعر، ده في فرق، اغلى من ده. خلاص خليكم معانا نفتح. اللي هو ايوه ده اغلى عشان مستورد. ايه؟ عشان مستورد. ايوه. هاتلي معلقة تانية. المعلقة اتكسرت. معلقة تانية يا حاج. خلاص مش محتاج. أنا خلصت. بسم الله. يا الله. بسم الله. يا جماعه انا يا حاجه عايز بس اطلعه كده ليه قدام عشان نشوف الحبايه. لا الحبايه دي صغيره شويه عن كل فرق، مش مهم، احنا بس نشوف الطعم بقى كمان. فاتحه شويه. شوفوا يا جماعه ده شكلها اهو، دي فاتحه وصغيره شكلها اهوت. خلاص لو كده بسم الله. يا الله. لا دي صغيرة. فيها حضاضة. لا مش دي فيها حضاضة كده، مش مسكرة زي دي، مسكرة. دي مسكرة. يعني أنا باكل دي فيها إيه؟ حاجة زي ما يكون عليها حاجة حمضية، لما يكون عليها ليمون أو حاجة أو مادة حافظة بتظهر فيها أوي. ملح ليمون؟ ها؟ ملح ليمون؟ هتشوفيها دلوقتي. خدي يا حاج. خدي كده جربي. قولي رأيك كده. المهم انا ما عجبنيش برضه، ده ما عجبنيش. كاليفورنيا هنقيم بقى. لا مش حلو خالص، لا مش حلو خالص. و 19 جنيه دي ب 17 جنيه. وشوفوا كمان في حاجه، يعني شوفوا كاليفورنيا الغطا بتاعها متجلفن ازاي. الجلفنه دي ما تخليش الصدى يجي. الثانيه الاخرانيه دي شوف الصدى، شوف دي شوف عامله ازاي. يعني صاجع عادي، انما ده متجلفن. المهم دي كاليفورنيا نجحت. نمره واحد كاليفورنيا يا جماعه، كاليفورنيا نمره واحد. وتجيب كاليفورنيا وانت مغمض وب 17 جنيه، دي ب 19 جنيه غاليه جدا. ده ما تجيبوش خالص، ده حرام تجيبه. اللي هو ده اهو حرام تجيبه خالص ولا له اي لازمه. هيتذوق بيه الاكل، هيتذوق بيه. طب ما انا ازوقه باي حاجه، ما ازوقه بخضار، ما ازوقه بجرجير، ما جبت علبه من دي وازوقه. انما هيتحط في طبيخ معين ملوش طعم برضه. هيعمل ايه؟ معلش يا ام سهيل، لما انت بتزوق الاكل احسن تزويق. انا هعمل بيه في الاكل؟ ده يتحط جوه الاكل بقى. يعني ده يا جماعه ما يتاكلش كده. هيدخل في طبخه. انما هو برضه ملوش اي فايده. ده دي اللي هي يعني في عندنا هنا في مصر يعتبر يقول لك الالويحه. هي الالويحه. ملهاش اي غزم، ملهاش اي ذره. فين الذره اللي عليها؟ انما ده ذره. اهو ده ذره. ده كام؟ فاحنا كاليفورنيا نمره واحد يا جماعه نجيبها. كاليفورنيا نمره واحد نجيبها. ده ما تجيبوش برضه. يعني انت ما تكون هتجيب تجيب كاليفورنيا وما تجيبش ده. ده فيه مزازه غريبه جدا. اهو اسمه واضح اهو. هو ده يا حاج. هو ده اسمه. مناخ. مناخ. هم كاتبين كده مناخ او مناخ. هو ده. خلاص ما انا بقولهم يا حاج. خلاص المهم دلوقتي يا جماعه انا اجيب كاليفورنيا من الذره ده لو انا عاوز اجيب الذره، وده قدامي اجيبه، ده ما اجيبوش ولا ده اجيبه بصراحه. ما اجيبوش لا ده ولا ده ولا ده. كمان الماركه دي ديريا ده طلع، يعني انا بصراحه يعني مش عارف هم عاملين ده لايه اصلا. اكيد بيتحط في طبيخ معين. والله ما اجيبه، معلش اقتصاديا كده ونفسيا ما اجيبوش. خلاص ده مملق. انت دوت ده
مش حلو خالص. هتكون حافظينه ملح. حافظين حافظ ليمون. المهم انا مش عايز اطول عليكم، الفيديو خلص كده يا جماعه، ودول ثلاث اصناف، نشتري كاليفورنيا نمره واحد. تمام خلاص، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى من الله ان انتم تستفادوا من الفيديوهات بتاعتي، واتمنى لكم الخير والسعاده وفي كل الناس اللي بتشوفني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتركوا في القناه يا جماعه، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. السلام عليكم. هاتي بقى معلقه يا حاج عشان اخد لي معلقتين، لان هبط.